الخير يا مدام. يا صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، ايامكم سعيده، مرتاحين ومبسوطين. طبعا اليوم 29/11/8 للجميع، بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، عطارد كوكب السفر والاوراق متقدما في برج القوس الى جانب الشمس. طبعا في برج القوس المريخ للطاقه للحماس الاميل للنزاعات من الهدوء هو في برج العقرب، يعني عند النزاعات هو يعني قاعد بهي الفترات. هلا هذا اللي عم بيخلينا اغلبنا نشعر بجزء من استياء، بس في نوع من انواع التعب الصحي اللي لازم ينتبهوا له مواليد برج الثور اضافه الى برج الاسد الى برج الدلو. شوي شوي ما بقى في شيء مهم لانه قرب يطلع على كل الاحوال، اضافه الى وجود الزهره في برج الجدي، والحياه مطوله يعني قعدت لها لسه شهرين ثلاثه بين تقدم وبين تراجع. اول الاخبار لعزيزنا مولود برج الحمل اليوم، لا تقدم وعود لا تستطيع تنفيذها، كونك اصلا اليوم الطرف الاخر عامل لك نوع من انواع المضايقات. هلا شو من كان هذا الطرف الاخر، زوجه، زوج، زميل بالعمل، صديق، يعني اعتقد الامور ما كثير مريحه اليوم لمولود برج الحمل. هو هاليومين في مشاكل حواليك، سواء مع مكان بمكان سكنك مثلا او بامورك كعمل. بعرف هو اليوم شوي عصبي مولود برج الحمل الصراحه. مولود برج الثور اليوم الامور ليست في افضل حالاتها، فقط لانه عملك كثير ومرهق ونوم الظهر ما هيئته فيه اليوم، عم تركض ما عم تلحق وعم تشتغل اكثر مما يجب. والحقيقه مزاجك اليوم اميل للأفقفه، ودائما انا بسميه هذا يوم الأفقفه اللي ما فيه شيء سيء بس فيه نوع من انواع الضغط اللي بحاجه لشويه تنظيم، خاصه الصبح من في بعدنا منشطين، فخلينا نعمل الاشياء المرهقه والمتعبه صباحا ونأجل الشيء اللي ممكن يتأجل معنا للمساء. على كل الاحوال انتبه شوي صحيا. مولود برج مبدئيا الجوزاء، لا بعد اليومين ثلاثه المتعبين اجى اليوم الافضل لك، على الاقل انت تتمتع اليوم بهدوء وبثقه. اليوم يوم جيد، تحسن مركزك، علاقاتك مع الاخرين، تستقطب المحيط، اليوم قادر تقنع من حولك بوجهة نظرك، خاصة لو كنت حابب يعني تناقش مديرك بالعمل بقصة مهمة مثلا أو الناس المهمين بالنسبة لك، يعني في إذن عم تسمعك اليوم مولود الجوزاء وعم تقدر تلاقي حلول. اللي قلقان شوي أو اليوم ما كتير مرتاح هو مولود برج السرطان، في تعديلات مفروضة عليك فكن منتبها إنك تتحملها أو تتكيف معها أو ما تحكم بتسرع. أنا برأيي يوم فيه عمل كتير، فيه نوع من أنواع الكآبة ممكن أو الكسل أو ضيقة الخلق أو حابب أقعد لحالي، يمكن حزين شوي من بعض الأمور اللي موجودة حوالي ما عم ترضيني كتير، ويمكن باحث اليوم مولود برج السرطان عن الكمال، بده القصص تنزل عزوقه اليوم. برج الأسد اليوم دروبه واضحة وعلاقاته إيجابية، والحقيقة أنت مقبل على فترة أحداث جيدة قياساً مع الشهر الماضي. دخل عطارد لبرج القوس صديقك إضافة إلى الشمس، وإن شاء الله تختم السنة بأفضل مما بدأت. أنا أعتقد أنك مشغول اليوم بالذات مولود برج الأسد بأمور عملية، عندك سعادة أو هدوء أو حتى تصالح أشخاص مهمين بحياتك، يمكن عم تلاقي لك اليوم حلول لمشكلة مثلا إذا على بالك. على كل يوم مناسب، أوقاتك جيدة. مولود برج مبدئيا مولود برج العذراء هو اللي شوي اليوم متعب، لأنه يوم للدفع العالمي، يعني اليوم للنقاش ببعض الأمور المالية، عم تكثر احتياجاتك ومصاريفك رغم أنه أنا بشوف وضعك المالي جيد، بس وجود عطارد في برج القوس عم بيخليك تدفع أكثر مما يجب، يمكن حيث لا يجب، عم تحمل أعباء بهاي الفترات. على كل الأحوال ومولود برج العذراء يعتبر من أبخل الأبراج، بس وقت اللي بيكون معه مصاري لا بيترفه، فهيئت هاي الفترات للرفاهية لألك. عزيزنا مولود برج الميزان اليوم الأمور جيدة جدا بالنسبة لألك، خاصة أنه قادر تحكي عن مشاعرك. اليوم القمر ببرجك مما عم بيخلي عندك مصالحات، اتصالات، دعوة أو مناسبة أو يمكن قصة العلاقة بأنه عم بيسود تفاهم حواليك، يعني اليوم الأصدقاء عم بيبادروا تجاهك وغالباً عم يسطع نجمك.
انت اللي متعب مولود برج العقرب اليوم او بالحدود الدنيا مكسل، خليني اقول مزاجك مو كتير رايق، مو عاجبك العجب اليوم، حاسس انه في اخطاء ورا اخطاء ورا اخطاء، ممكن في نوع من انواع العتب او النقد او الصدام المحتمل بينك وبين الاخرين، والحقيقه نقاشاتك حاده اليوم، مع انه ما في شيء سيء اذا انت ملاحظ، يعني بالعكس الامور جيده جدا لك، بس اليوم عندك هيك نترت ضيق دخلق، بقى ايمتى بتجيك ما بعرف، يعني بتجيك بخمس دقائق بتطول لاربع ساعه، يعني هي ضيق الخلق اللي نتره بس. مولود برج القوس اليوم القمر ببيت العلاقات الاجتماعية عم بيخلي الآخرين يفتحوا لك نوع من أنواع الأفاق الجديدة، مفاجآت أو أحداث أو تمتين لعلاقاتك أو ترميم لهي العلاقات، إصلاح، عم تتصل بناس صلك زمان ما شفتهم، يمكن تصالح ناس جدد، يمكن عندك لقاءات على المستوى العائلي، يعني أنا بشوف الأمور إيجابية، في تفاهم بينك وبين الناس اللي بتحبهم. سريع التأثر اليوم مولود برج الجدي وليس مرتاحاً غالباً، وهاليومين أنا بعتبرهم أكثر أيام الشهر تقريباً تعباً، يمكن لأنه في ناس ضغطتك أو عم تخليك تمشي يعني بغير ما تريد، خليني أقول أحياناً بننضغط من مدراءنا بالعمل، من زملائنا بترجونا على قصة، بيطلبوا مننا قصة بنعملها لغيرنا، بس ما بنكون كتير راضين عنها، وهذا طبيعي على كل، هو الدنيا أخذ وعطى. بس اليوم الحقيقة أصلاً الجدي عنده رفض داخلي لكل ما هو موجود حواليه، لذلك يعني حاول تكتم غضبك، ما تعصب من أمور صغيرة، وابتعد عن التدخلات. يعني اليوم بالذات أنا بسميها هذا اليوم اللي ما شفت ما سمعت ما لي خبر، إذا قدرت طبعاً بالنتيجة. مولود برج الدلو اليوم انطباع جيد عم تترك عنك، سواء كان بحسن تصرف، سواء كان ب حسن معاملة، لطف، دبلوماسية، علاقات جيدة، ابتسامة، أنا بعتبره يوم جيد جداً، قادر توصل للي بدك إياه، خاصة إذا عم تفكر بجديد، رغم أنه هاي الفترات أنا كتير بشوفها عاطفياً مالياً ما كتير الأريح، بس ما في شيء سيء، بالعكس اليوم بالذات بقى ممكن تقبل اعتذارات، ممكن أنت تعتذر من غيرك، تحاول إصلاح، يعني الأمور جيدة اليوم. حتى مولود برج الحوت حظوظه مساعدة، ما بعرف إذا القصة مساعدة مالية أو ترقية أو نقاش ربما لتفهم أكثر، يوم فيه قرارات حسنة، فيه طلب أو قبول لألك لأشياء أنت بدك إياها، يمكن تأمين أو دعم أو حتى قصة مالية، اليوم في محبة حوالين مولود برج الحوت، استفيد من هاي المحبة ودائما موجودة في مثل هذا الشهر بوجود عطارد في برج القوس، موقع غير مناسب لك. خليني عايد مولود اليوم، مولود 29 تشرين الثاني، عنده ابتسامة مشرقة، أناقة لافتة، مولود ناجح لأنه مولود المواقف الصعبة والأوقات الحرجة، بحل مشاكله بفضل تعبه، وما فيني إنكر أنه هو عنده قوة حظ على كل، أنيق، محبوب من الآخرين، لا يهمل مظهره، لا تغيب ابتسامته، بالمجمل القوس كلهم عندهم هاي الابتسامة التفاؤلية، أحياناً يهمل واجبات المنزل، يعني ما بيكون كتير عنده وقت كافي، وأحياناً بيكون عنيد إذا أصر على أمر، يعني بس هو يحقق أهدافه بسرعة، وبالمجمل عاطفي جداً ومحب لمن حوله، كريم ووفي. سنة كتير مهمة لألو، وبفترة للتغييرات مفرحة، في ابتسامة على وشه، في طريقة تغيير، طريقة تفكير مختلفة، أمورك العاطفية تعتبر الأفضل، بلكي حب جديد، مصالحة، يعني الأمور جيدة بالنسبة لك بالفترات القادمة. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا، نقية عم تسألني عن أمورها، عم تسألني مع عماد، والله العلاقة جيدة بس هي أصلاً يا نقية علاقة من وقت ما بلشت قائمة على التجاذب وليس على التوافق، ما بتشبهوا بعض رحيم، ما بتشبهوا بعض، انتوا عندكم مشكلة انه سلبياتكم متشابهة وايجابياتكم متشابهة، وهي قصة تخلي الامور دائما الصدامات، خاصة انك حدا عصبي الصراحة ومستعجل وقلبه بارد وقت اللي بده، واذا انفجر يعني بعصبية قصدي بيكون اكثر مما يجب. هلا انا بقول بالمجمل المتبقي من السنة لألكون إيجابي كحظوظ، هلأ عم نحكي بقى
اسمي بشرى، يسعد اوقاتك يا بشرى. بشرى حظوظك مساعده جدا جدا يا بشرى، واحد العوام الافضل لك، لانه غالبا ستحمل تغييرات خلال الشهرين القادمين او ثلاث شهور القادمه، طبعا اذا اراد رب العالمين. يجعل ايامكم خير وسعاده وتضلوا دائما مرتاحين. تضلي دائما مرتاحة.